طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. أين حقوق العراق؟ نحن متظاهرون صامدون، المجتمع المصري ما زلنا صامدون، وسنستمر إلى أن تخرج حقوقنا. ما هي حقوقنا؟ الماء والكهرباء. الله أكبر. نعلم جيدا وجود أيادي ترجع إلى أجندات أمريكية وإسرائيلية. تابعنا ايضا ما جرى من حرق ومن هجوم، عندنا افلام عندنا صور، ونحن طبعا ما راح نذهب باتجاه الشباب العاديين، وانما سنذهب الى الرؤوس التي اختفت. أهلا بكم من جديد. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول تقرير لمنظمة Human Rights Watch، حيث كشفت اليوم توثيق اختفاء عشرات الأشخاص على يد القوات الحكومية خلال عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش، مؤكدة بأن الحكومة لم تستجب لطلباتنا للكشف عن مصيرهم. بينما كشف مسؤولون في العراق عن التحرك لتقديم طلب للبرلمان لمتابعة هذا الملف. المنظمة قالت في تقرير لها نشر اليوم الخميس بأن قوات الجيش والأمن أخفت عشرات الأشخاص أغلبهم من العرب السنة، بينهم أطفال في سن التاسعة، في إطار عمليات مكافحة ما يسمى الإرهاب، موضحة بأن تقريرها مبني على بحوث نشرتها حول الاختفاء القسري في العراق منذ عام 2014، عندما شنت القوات الحكومية عملياتها ضد تنظيم داعش، وهو يوثق اختفاء 74 رجل وأربعة أطفال آخرين، هذا في عام 2014 فقط. لفت التقرير إلى أن هؤلاء كانوا محتجزين لدى الجيش والقوى الأمنية منذ أبريل نيسان 2014 وأكتوبر تشرين الأول 2017، ثم تم إخفائهم قسرا. أشار التقرير إلى أن الإخفاءات القسرية الموثقة تشكل جزءا من نمط واسع ومستمر في العراق، حيث لم تستجب السلطات الحكومية لأي طلب من الأسر أو من منظمة Human Rights Watch للمعلومات حول هؤلاء المختفين. من جهتها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، قالت بأنه في مختلف أنحاء العراق تتوق الأسر التي أخفي آباؤها وأزواجها وأطفالها بعد أن احتجزتهم القوات الحكومية إلى إيجادهم، وأكدت رغم البحث والطلبات المقدمة إلى السلطات لسنوات لم تقدم الحكومة أي جواب حول مكان هؤلاء أو عما إذا ما زالوا أحياء. طبعا يؤكد مسؤولون في محافظة نينوى اختفاء الآلاف من المصلين منذ دخول تنظيم داعش عام 2014، بعضهم في سجون الحكومة، ومسؤولون محليون في الموصل كذلك تحدثوا إلى صحيفة العربي الجديد بأن نحو 7000 مصلي اختفوا منذ يونيو حزيران 2014 وحتى اليوم، إذ يرجح بأن الكثير منهم قتلوا على يد داعش وقتل آخرون على يد ميليشيات الحشد الشعبي، بينما تؤكد معلومات وجود المئات داخل سجون الحكومة وتحديدا في سجن مطار المثنى في العاصمة بغداد. أضاف بأن الأهالي والمسؤولين طرقوا أبواب الحكومة لكن من دون فائدة، فلا يوجد أي تعاون حكومي للكشف عن مصير المعتقلين، مبينا بأن هناك تحركات من شيوخ عشائر ومسؤولين محليين وبرلمانيين لتقديم طلب إلى البرلمان الجديد لتشكيل لجان خاصة تتابع هذا الملف وتقوم بتفتيش السجون في العراق لكشف
مصير هؤلاء. بيّن بأن هذا الملف يعد من الملفات المعقدة والغامضة، خصوصا بأن الحكومة لم تبدي أي تعاون إزاء هذا الملف، ولم تؤكد ولم تنفي ذلك. يشار إلى أن العمليات العسكرية التي جرت في العراق لاستعادته من يد تنظيم داعش شهدت انتهاكات كبيرة، من بينها اعتقالات وعمليات خطف وقتل، طالت مئات المدنيين على يد ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الحكومية، بينما لم تأخذ الحكومة ولا السلطة القضائية دورها بمتابعة هذا الملف والتحقيق به. إذن هذا التقرير تقرير جديد وليس يعني التقرير الوحيد لمنظمة Human Rights Watch، وهناك تقارير أخرى صادرة عن منظمة العفو الدولية توضح وتبين بأن هناك يعني معتقلين، هناك من المختفين من العراقيين لا يعرف مصيرهم إلى الآن. معروف أنه في محافظة الأنبار في الصقلاوية هناك أكثر من 700 شخص لغاية الآن لا يعرف مصيرهم، هل هم أحياء هل هم أموات. الحكومة لا ترد على ذوي المختفين، 3000 تقريبا في سيطرة الرزازة ما بين الأنبار وكربلاء كذلك اختفوا في تلك الفترة دون معرفة مصيرهم. نريد أن نستمع إلى أصواتكم في الجزء الأول من هذه الحلقة حول هذا الموضوع، الموضوع الذي دائما يطرح، يعني تقريبا كل أسبوع كل أسبوعين يصدر تقرير عن منظمة دولية أو منظمة حقوقية حول هذا الموضوع، لكن الحكومة لا تتحدث. في تصريح سابق لرئيس الحكومة حيدر العبادي بالتحديد تحدث عن معتقلي الصقلاوية، قال بأن العدد لا يتجاوز 9 في وقتها تحدث، وبأنه هناك يعني تضخيم للمسألة، ولم يرد على يعني تساؤل الصحفيين حول مكان هؤلاء. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، وإذا أتينا حول تصريح أو تقرير منظمة Human Rights Watch نتحدث هنا ردود الأفعال على هذا التقرير. إذا تابعنا متابع نعم، يعني بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي كذلك طالبت في البصرة، إذا تحدثنا عن البصرة، فتح تحقيق شامل في جريمة مقتل الناشطة المدنية سعاد العلي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وقالت البعثة في بيان لها بأنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء مقتل الناشطين في المجتمع المدني، مشيرة إلى أنها تدين كافة أعمال العنف والقتل والتهديد والترهيب لا سيما ضد النساء الذي حدث في البصرة. طبعا وكالة رويترز الأنباء تحدثت كذلك بأن محافظة البصرة تموت عطشا بعد أن كانت تلقب بفينيسيا الشرق، وأضافت الوكالة أن شط العرب الذي يعد مصدر المياه العذبة الرئيسي للقنوات المائية المنتشرة في البصرة يعاني من تلوث كبير يهدد حياة 4 ملايين شخص. ونقلت رويترز عن خبراء في المياه قولهم بأن مياه البصرة تحتوي على شتى أنواع الملوثات الجرثومية والكيميائية بجانب الطحالب السامة، مؤكدين ارتفاع مستويات الملوحة بنسب غير مسبوقة قد تصل إلى مستوى مياه البحر. معنا اتصال أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيني أبو أحمد، عندي ولد عمي 2 وأخوتي 2. نعم. أخذوهم قبل ما يطوب داعش. منو أخذهم؟ أخذتهم الميليشيات يمه واختفوا، وندور عليهم مرة فترة تعنى هذا المسؤول الشيخ شوصح ويشانت صعب أخذتهم، فخابرنا ورا يومين قالوا أن ولدكم من كتلة وتلقونهم أكو بزل يمه مبزل تلقونهم بالمبزل. ورا فترة ردوا النوب أخذوا أخويا واختفى وما لقينا على أي إثر. أبو أحمد قبل ما نعم قبل ما نرجع على أخوك، رحتوا للمبزل لقيتوا الجثث؟ لا ما نقدر نروح، احنا تدري انت بالحالة ما نقدر نروح للمنطقة بيد الميليشيات ما نقدر نعبر عليها. نعم. وكان اي واحد يعبر لغادي يروح بعد ما يجي.
والله العظيم حتى نسوان اخذوا، حتى نسوان اخذوا وما ندرهن وين راحن. نعم الله شاهد، نسوانهم اخذوا جهالهم، ظلوا هسه جهالهم صار انزلم، ما نعرف نسوان وين راحن. نعم بيا سنه هاي ابو احمد وبيا منطقه؟ منطقه الدجيل. ها بالدجيل. نعم ايه ايه. وبعد ما ندري احنا، وهسه احنا منطقتنا كلها انفتحت وما يرضى يرجعونا خلاص. كنا هسه اعلان بالتلفزيون يقول لك رجعنا اهل يثرب ورجعنا كذا، وكل كذب بكذب الحكي. رجعوا اللي يريدونهم والما يريدونه ما رجعوه. نعم واحنا بلا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه، شو نسوي؟ واخوك ورج قد اخذوه؟ اخوك اخذوه تقريبا بال 2015. نعم اخويا هم ميليشيات جوارين تقريبا اثنين ونسيبي، واخذوهم وهم ما نتهمنا عليهم لحد الان. كل شيء ماكو، هسه ما خلينا مكان، ما خلينا سجن ما رحنا له، ماكو يعني ماكو. تقول القاع انفتحت وراحوا بالقاع. نعم يا ابن عمي والله احنا لا حول ولا قوه، بس نريد من عندكم ان توصلون اسمانه، تقولون هذول من راحه والناس الابرياء شنو ذنبه، هذول اخذوهم الله شاهد. حتى داعش بعد ماكو. نعم داعش بعد ماكو خلاص اخذوهم. شو تسوي يا قرابتي احنا؟ ومنطقه بالنسبه لها لازمتها احزاب وما حد يقدر يطبيها، يعني عيشه اللي ما ترهم ما ترهم وهناك ما ترهم. نعم والله يسلمك. الله يعينكم ابو احمد والله يفرج عنهم يا رب. معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا حبيبي. الله يبارك فيك. هاي من غاض الابتزاز، يعني هم ذول اغراضهم ابتزاز، يشغلون الناس يبتزوهم. يعني انا يعني اقدر اقول كلمه، يعني شنو بعد ما يمكن بعد ماكو مسلمين الا ما رحم رب ما رحم رب. يعني الاسلام هذا مبني على 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 الخير والرحمه. يعني ماكو بعد يعني ماكو ناس، ماكو ناس تؤمن بالله وبرسوله. يعني شو اقول؟ ماكو مسلمين بعد يعني ترضون بالذله هاي الغربيه دمروها. هسه الانسان يحكي ماخذين ولده. يعني شنو المله القذره هاي؟ شنو ما اعرف؟ يعني شنو من الناس؟ لا ضمير، لا شرف، لا دين. وقلنا لكم يا اخوان الانتفاضه يا اهل بغداد، يا اهل المحافظات الباقيه، انتفضوا على الحصاله هاي والله راح يموتوكم بالتدريج. فشنو يعني شنو ليش تسكتون؟ والله اتعجب على هيك ناس، ليش تسكتون على الذله؟ هذول يذلوكم، وقلت لكم من البدايه خططهم قتل، اذلال، ارهاب. يعني يعني شو راح يشوف العراق؟ فلازم تشوفوا لكم حل يا عراقيين كلكم بدون استثناء. فديق اجمروهم باللطوم ومال شنو؟ فيا اخوان انتفضوا انتفضوا، والله العراق راح ينتهي. والله ما تبقى لكم بعد ذره، ترى ما يحب يعرفون لا شيعي ولا كردي ولا مسيحي ولا سني ولا اي واحد. كل عندهم لا شيء. انتفضوا انتفضوا، خلي عندكم دين. ترى البشر من غير دينه ما يسوى اي شيء. نعم. ابو حسن انقطع الاتصال مع ابو حسن من بغداد. معنا اتصال ابو علي من واسط، تفضل ابو علي. حقيقه حبيت اتكلم اليوم عن موضوع حقوق الانسان. هو ماكو اساسا حقوق انسان في العراق ابدا، انت السبب. او حكومه ماكو، هذه مجرد انه عصابه لزمه حكم في العراق. هم كانوا حراميه في الخارج، واعتقد ماضيهم معروف، اللي بسوريا واللي بايران واللي في بريطانيا. كان يضحك على الحكومه البريطانيه، ياخذ بنفيت، مسوي نفسه ديسيبل وياخذ مساعدات من الدوله. فهذول من اجوا ما راح يحكموا دوله، لانهم اساسا ما عندهم اساسيات الحكم. كل المنظمات حقوق الانسان اعطت انه في العراق انتهاكات لحقوق الانسان، بدتها بالميليشيات، الان بالعصائب، والان الموجود دخول الحشد الشعبي، خلينا نسميه حتى ما نميزه، الحشد الشعبي دخل في وزاره الدفاع. يعني اتعجب من انه دوله تدخل ميليشيات في الجيش. هذا شنو معناه؟ معناه اولا انهاء الجيش العراقي صاحب يعني العراقه
وهو من أقدم الجيوش العربية التي تأسست. ثانيا إنهاء الوطنية لدى المواطنين. الآن كل واحد يهتم بنفسه، ترى مع احترام الإخوان الشيعة اللي راحوا حاربوا داعش في المناطق الغربية، ترى حاربوها للفتوى، ما حاربوها لأنه يحررون أراضي، لأن فتوى صدرت من السيد السيستاني هم راح يحاربوا، اللي ماتوا وهذا من فقر أهلهم، لأن أساسا هم يردون إيران، والسلطة الموجودة حاليا تريد أن تكرر الشيعة بالسنة حتى تنتهي الوطنية في العراق. بعدين بدأت الحرب الكردية العربية وأنهتها أمريكا، لأن ما في هسه حرب بين العرب والأكراد، وأنا أبشر العراقي الحرب جاية ما دام هذول موجودين في السلطة، الحرب بين العرب والأكراد هذه جاية لا محالة. فلذلك حقوق إنسان بالعراق انتهت. الآن الناشطة البصراوية سعاد علي ليش انكتلت؟ من اللي كتلها؟ هذول كما معروف اللي هددوا، اللي قالوا إحنا ننال أي ناشط وننال من الرؤوس حتى ينهونها. يعني البصرة الآن بعد بيش يشغلوا البصرة هسه؟ نعم. أشغلوها بالتسمم، وصل تقريبا حوالي 250,000 شخص بالمستشفيات وبالبيوت، يعني بسبب تلوث المياه. الآن أخذوا خطة أنه نلوث المياه حتى نلهي الشعب بال يعني بأمورهم الحياتية اليومية، ما حد يطلع مظاهرة. طلعوا مظاهرات وكتلوهم اللي لهم يعني قرايب انطوهم فلوس، واللي ما له احد هذا ابن الخايبه راح انتهى ما حد يدري به. حرقوا منظماتهم حتى يشوهون صوره المظاهرات اللي في البصره. الناس ملت، وين حقوق الانسان؟ حقوق الانسان انه يدخل جيش وشرطه حتى تفض مظاهرات، هو هذا الجيش والشرطه. حقوق الانسان انه تضحك على الشعب. انا اتعجب، يعني انت سلطه في البلاد تعتبر، انت تقول انا حكومه تضحك على الشعب راح نعطيكم 10,000 درجة وظيفية، منين جبتها؟ طلعت من البيت اللي خلفك؟ الدرجة الوظيفية معروفة بالتسلسل الإداري، تخلق في وزارة التخطيط، تروح للمالية حتى ينطون تخصيص مالي، تدرج في الموازنة العامة للدولة، الموازنة الاتحادية حتى تقرها الحكومة. يعني شنو أنت جيت نعطيكم؟ أخذوا الملفات، أخذوا وحطوها على قولكم الاستنساخ الأربعة وذبوهن بشط العرب. هذه معروفة، هذه حقوق الإنسان. حقوق الإنسان أمريكا إذا تريد تتدخل وتريد حقوق إنسان تتدخل تأخذ حقوق الإنسان الشخص العراقي، لأن هي ما تريد، لأن جابت هذول الحرامية حتى يصيرون أو يحكمون العراقيين أهل الوطنية أهل الغيرة. الآن لو جيت لأي سني وقلت له يا تعال البصرة تريده، يقول شو سوى أروح؟ ونفس الشيء أهل البصرة تقول لهم للمنطقة، يقول شو سوى أروح؟ انتهت الوطنية. هم يردون العراقيين تتفتت، وتقسيم العراق هذا خطة موجودة، بس يردون انه الشعب هو يقول قسمونا. لان الان لو تيجي استفتاء للشعب تقول العراق راح يتقسم، قبل يعني وراء 2003 يمكن سنه او سنتين يقول لا مستحيل العراق يتقسم، لكن الان يمكن 50% يقول العراق يريد يتقسم حتى نرتاح. بعد 3 سنوات 4 يقول اي احنا نريد يتقسم، خلي الاكراد يعيشون وخلي السنه تعيش وخلي الشيعه تعيش. هم هذا اللي يردونها. حقوق انسان، شخص يندب بالسجن وبعد 10 سنوات. انا ما اتعجب يعني قانون العفو العام، شنو معنى قانون العفو العام؟ يعني إذا هذا مجرم والله خلينا العقابة، أنا أخوي إذا مجرم خلينا العقابة، بس إذا ما عنده شيء ليش مسجون صار له 10 سنين؟ شنو السبب؟ هل معقول أنه يعني في أمريكا اللي جابتهم ما عندها عفو عام، ليش هي تتوصف على العفو العام؟ كذلك إحنا يعني بصراحة نقولها، وللأسف يعني وصلنا لهذه الحالة أنه إحنا كل واحد يتعلق، السني يتعلق بالسني والشيعة. أنتم يا نواب السنة ولا ما أقول، والله ما تمثلون السنة، أنتم والله ما تمثلون السنة. يظلكم أخوانكم مسجونين ونسوانكم مسجونة وما حد يطلعهم، والله إذا نسوين شيء خلي يتعاقبون، ما عندنا أي معنى. والعقوبة خلاص، العقوبة خلصت. نعم. إذا ما مسوي شيء ليش مسجونين؟ هي هذه إذلال، للأسف أنه إذلال. وإيران تعمدت الذل الشيعة قبل السنة، ترى مو يعني إيران ترى ما هم حتى الشيعة ما همتها. نعم. ما تهمها إيران، إيران يهمها أنه هذا البلد اللي كسر خشمها بالثمانينات لازم تفرقه، لازم تنهي الوطنية به. فذلت الشيعة قبل السنة ودمرت السنة، رجعتهم للصفر. داعش جاب داعش هي مجرد مخابرات، وهذاك اليوم ضحكت كذبة مالت الأهواز وداعش تتبناها، هذه كذبة إيرانية. صدق الاطلاعات هي سوت التفجير، حتى شوفوا يا عالم ترى داعش يتبنى. وش وقت صار تفجير بإيران؟
إيران شو القاعدة بإيران؟ داعش طلع من إيران، ليش ما سووا تفجير بإيران؟ ليش يسوون تفجير بالعراق وما يسوون تفجير بإيران؟ يعني إيران هيش أمينة؟ لا والله مو أمينة، لكن هم يردون ينهون أهل السنة في العراق ويذلون الشيعة ويقتلونهم، حتى بعد من يستشهد أو يموت ابن البصرة أو ابن الناصرية وين يقتل؟ يقتل بالرمادي، حتى بعد العيال يتذكرون وأخوانه يذكرون أنه والله يقتل بالرمادي هذولا. وطبعا لوثة وسمعت أهل السنة أنه ما خلوا أي سني يشارك بالحشد أو يشارك بالتنظيمات اللي تحارب داعش، ليش؟ حتى يقولون أنتم ما حاربتوا يا السنة حتى حررتوا أراضيكم، هم هذا اللي يردونها. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا، معنا اتصال أم عبد الله من القرمة، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا من الأنبار أم عبد الله. أهلا وسهلا بيك. أي أخذ ولدي 3 من العودة من جينا من العودة أخذوهم. يا سنة. 2017. نعم، منو أخذهم؟ قبل دورة السنة الأربعة يعني بيومين. نعم. يعني نعم. أي شهر 12 أخذوهم. منو أخذهم؟ جيش، شرطة، حشد. من العودة. الأمن الحاسبة. مو جينا أكو حاسبة أو عدنا وجينا مال الصقور. نعم. مال الصقور. نعم. اي مال الصقور العودة جينا شايلين جنطنا انا وياهم ونسوانهم وابوهم شايب نضو مشينا شايلينه بالبطانية. نعم. تهميك من جينا شو حدقاهم حاسبة قالوا لهم اساميكم موجودة، قمنا نصيح اللابح اي ما عندهم اي شيء يقول ما عندهم، واحنا كنا هاجين من امسيان 14. نعم. انهزمنا قبل ما طبنا داعش وجانا انهزمنا ورحنا. نعم. رحنا وجينا من قادي واخذوهم ومندلهم وين ما وين هاي سنتين الا شوي. كم واحد من ولدك؟ مدري ميتين، مدري بالحياة. كم واحد؟ ثلاثة. ثلاثة من اولادك. ايش قد اعمارهم؟ اي ثلاثة. اعمارهم متزوجين. والله واحد 30 سنة عمره والآخر 29 سنة واحد 20. نعم. وليدي والله مزوجين كلهم وعدهم نسوان وخلوني دارغة بسوان والنسوان دارغة تحقيق هنا أنا بالقمة ما أدري بالفلوجة ما أدري بالرمادي ما أدري وين واخدهم ملاقي بنتي المندلهم وين ما وين والله أدري والله أدري قد يبعدهم ولادي وأريد من الله منكم فالقد تدوروا لي تتبعوا لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفرج عنهم ونزوانهم. نعم. نزوانهم دايحة وجايلهم دايحة وأبوهم والله نسيلة بالبطانية وأنا عجوز مرة كبيرة وندلهم وين ما ولوا بس ندلهم مسجدين وميتين ما ندلهم وين راحوا بيهم أخذهم من الحاسبة قلت الصقور عياية البيع مال العودة مال الفلوجة والقرمة والرماد جاي بغداد عياية اللي يبيها على أساس سعد حربية يبيها هو وجيشة وشرطة وغير كلها وما أدري ما أدري وين ما وين. نعم. زين أم عبد الله أنتم ما راجعتوا مركز شرطة ما رحتوا ما سألتوا؟ لا يعني ما خليت ما حد ينطيني من إشدة يابا ما حد ينطيني من إشدة ما خليت والله ما خليت ما حد ينطيني من إشدة وما عندي أحد وما أتلافة وخدوه ما حد ينطيني من إشدة إنا لله ما خليت عنهم لا رمادي لا فلوجة لا قرمة لا بغداد ما حد يسألين جدا وأمشيت ما حد ينطيني من إشدة لا جيش ينطيني من إشدة لا حشد ينطيني من إشدة لا وما أبقى
ايوه اروح يقولوا لي موجودين، انط فلوس ويقولوا لي ماكو، يا كلوني والله كلوني ماكو. من دلو منو ياخذ منك فلوس؟ منو ياخذ منك فلوس؟ انطى كبير انا والله تا بس يلقوني، يلقونهم ماكو. منو ماشي من اعطيت فلوس؟ المحامي الشرطي؟ والله ما اعرف، يجيني بالشارع انا ندلهم انا اشوفهم انا اعرفهم، انطي ورقتي انا ثلاث ورقات خليك تعطين وياهم، وانا ما اعرف اغير عبالي صايحه وي ما يسوي. اوكي ام عبد الله، حتى صوتك يصير مسموع. اللي ياخذ منك فلوس محامي، ضابط شرطه، جندي، منو هذا اللي ياخذ منك فلوس؟ والله انا مره ما اعرف، ما عنده اجيب لساني. يعني شنو اجى عليك وقال لك اعطيني فلوس وانا اجيب لك خبرهم؟ الله يعينك ام عبد الله، الله يفرج عنا. نعم ام عبد الله من القرمه كانت معنا وهي تروي حادثة اعتقال أبنائها عند سيطرة الصقور في العام 2017، وتقول إحنا غادرنا القرمة بالعام 2014 أنا وولدي وجهالي. معنا اتصال أبو خالد من بغداد، تفضل أبو خالد. أبو خالد انقطع الاتصال مع أبو خالد من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، خلونا نقرا بعض رسائل الواتساب. يقول لا يوجد لحقوق الانسان، لا وجود لحقوق الانسان لصالح العراقيين. يقول اين حقوق الانسان من الاسرى العراقيين لدى ايران منذ الحرب المفروضه ولغايه الان ابن ميسان. رساله اخرى يقول فيها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي العزيز، هذه الحكومه ايرانيه هي مصيبه والله، اذا ما تصير ثوره حقيقيه ما نطيب بعد ما بعد، اقرأ على العراق السلام محمد من الأنبار. رسالة أخرى يقول فيها تحياتي إلى كادر قناة الرافدين، ما يحدث في العراق من مآسي منذ 15 سنة، إننا أوجدنا أصنام من ذوي العمائم تحولوا إلى أصنام آدمية وهم أخطر من الصنم المادي، هؤلاء الأصنام استعبدوا البشر وصادروا مصير العراقيين وسرقوا أموالهم ووضعوها تحت طيات العمامة كما يقول، وما هم إلا شياطين يتمظهرون بدين ومذهب، وأصبح لكل مجموعة صنمها ولكل صنم ميليشياته، ماتت ضمائرهم، وعلينا أن نعي حقيقة أن هذه الأصنام موكل لها تدمير العراق حجرا وبشرا بالقتل وبالجوع أو المرض، تهدم كل شيء، حتى المخاطبات أصبحت أهلا، حتى المخاطبات أصبحت أهلا بالمعالي وأهلا بالسيد وأهلا المولى، ولا نعرف من هو السيد ومن هو المولى. يقول لعن الله من يمارس الأصنمة والشعب يذبح وأهل البصرة يغطي وجوههم الملح. صادق الكربلاي. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أهلا بك أستاذ عمر. يعني هو رجل مسن، شاب، طفل، امرأة، المهم أي واحد من أهل السنة هم أما دواعش أو بعثية بنظر الحكومة هاي الموجودة بالعراق، وما كفاهم الاغتيالات والخطف والتهجير، فبدأوا هجمتهم على أهل السنة بحجة تأييدهم لتنظيم داعش حتى إذا كان طفل، واللي يقللون من عدد المعتقلين هم بالأساس ما يعرفون شيء عنهم، يعني القوات الحكومية تعتقل والميليشيات يعتقلون والأحزاب يعتقلون، وأتحدى مسؤول عراقي يطلع ويقول قد عدد المحتجزين بالرزازة والاستقلاوية ومعتقلي بزيبيد. نعم.
يعني الاب او الام او الاخ اللي عنده معتقل مستحيل يعرف هذا المعتقل باي مو مكان. قالها اياد علاوي قبل سنتين، قال حكينا ويا هذا العامري وحكينا ويا ابو مهدي المهندس على موضوع المعتقلين، قال والله هاي مو يمنا، هاي يم حزب الله ويم ايران الشغله. اي بالعكس بيجي ايران استاذ عمر ويطلع قدام وسائل الاعلام ويطلع المجرم هادي العامري ويقول احنا ما نسمح لاي تدخل اجنبي بالعراق. نعم. اذا المعتقلين امرهم بايد ايران، انت علي من تكذب؟ تكذب على نفسك لو تكذب على الشعب؟ يعني الى متى انت تبقى مجرم وتبقى عميل؟ الى متى تبقى عميل؟ يعني الناس اللي يعني اقول يعني الناس اللي تدور على ابنائهم ماكو واحد يشفي غليلهم بكلمه، والحكومه عاجزه وما مسيطره على الاحزاب والميليشيات هاي المنتشره بكل ارض العراق. وهسه اهل المعتقلين من اهل البصره اللي الظاهره اكيد ماكو احد يعرف مكانهم، عدا الاغتيالات اللي صارت ضد الناشطين والمتظاهرين بالبصره واخرها اغتيال الدكتوره سعاد العلي. نعم. يعني صور حضرتك، أنا نشرت مقطع فيديو عن اغتيال الدكتورة على صفحتي. صور حضرتك أستاذ عمر، أكو قسم من المعلقين يقولون اللي اغتالوا الدكتورة هي المخابرات السعودية. يعني شوف شلون المعممين والأحزاب. ماشي يلا خلي يجيبوهم. أوكي يلا البينة على ما ادعى. يلا خلي يجيبوهم. مهم هذول اللي يسممون أفكار الناس أستاذ. نعم. عمر. يعني أنا أقول الأحزاب اللا إسلامية اللي سمموا عقول هاي الناس البسطاء مثل إيران بالضبط اللي سممت أهل البصرة بالمي الملوث. نعم. وبما أن السستاني زين المي المالح هم أجا من غير دولة؟ تفضل أستاذ خليه يسمع المواطن. محافظ البصرة اللي انهزم قبل كم سنة وأخذ المليارات وين راح هذا؟ راح الإيران لو راح الدولة خليجية. مو على اساس زي النفايات اللي ماليه شوارع البصره عيب. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. نعم. يعني انا اقول للاستاذ عمر يعني بما ان السيستاني يقول استنى انفسنا وهو مشترك بالعمليه السياسيه، المفروض يطلع ويطالب الميليشيات اللي اسسها والاحزاب والحكومه بمعرفه هذول المعتقلين وين اللي يقول عنهم هم هذول انفسنا. يعني استاذ عمر يعني بصراحه اول من خذل اهل السنده بالعراق هم اللي يدعون نفسهم سياسي السنه. نعم. باعوا اهلهم وباعوا ابناء جلدتهم والتحقوا بقاسم السليماني ومعممي ايران. وما راح تنتهي الاعتقالات ضد اهل السنه ما دام المرجعيه والاحزاب اللا اسلاميه وهي الحكومه المجرمه موجوده. ودا نشوف ونسمع اهالي المعتقلين اللي ما خلوا باب ما دقوه في سبيل يعرفون ابنائهم وين، وماكو احد يشفي غليلهم بكلمه. والله العظيم يعني انا شخصيا اعرف شباب طلعوا من منطقتنا وتوجهوا على سيطره الجابز وحتى بيهم اطفال. نعم. اعتقلوهم بالرزازه العفو يعني بالرزازه قبل اكثر من 4 سنوات، وكل ما اهلهم يراجعون يساوموهم هذول المجرمين على دفع مبالغ هم اصلا ما يقدرون يدبروها ويتداينون ويدفعون وبالاخير ما حصلوا على اي نتيجه. نعم. يعني بس اقول لعنة الله على الحكومه وعلى المرجعيه وعلى الاحزاب هاي اللا اسلاميه وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، وكافي هذول اللي كل واحد ما يسوى قرش حاطلع ماما على راسه ويطلع يسمم افكار الناس. نعم. ابو ناصر يطلع يضحك عليهم. ابو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال زيد من ابو غريب، تفضل زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. حياك الله يا هلا بيك، اهلا وسهلا بيك. أنا أحب أحكي لك قصة اليوم صارت أنا وياي قبل 15 يوم أنا هاي صايرة المشكلة بجنسية أحوال أبو غريب. نعم. يعني الرشاوة صايرة واصلة عندهم إلى أبعد حد. يعني تصور دخلت على هذا بالحاسبة اللي يسموها بطاقة وطنية. نعم. فقلت له السلام عليك، قال مرض اللي هو، قلت له أستاذ حسين إن شاء الله، هو اسمه غريب حسين بوعي مباوع والله ما أعرف شو اسمه. كان يقول لي هذا يبيع مخبر براس الشارع. قلت له استاذ عزيز انتقصت منك، قلت لك استاذ بعد شو اقول لك؟ نعم. كان يقول لي يبيع مخبر، قلت له ما ابي شيء، اذا الراتب ما يكفيك شغله حلال ما يخالف. والله العظيم استاذ يعني اقل ما سوى هاي خرب لي المعامله، خرب لي المعامله وكاتب لي المواليد مالتي خلاص هاي 86 كاتب لي مواليدي غلط، جاي للدنيا قبل بشهر قبل ما تقلب النفوس. انت شايف جنسيه يعني عشيره تسيطر عشيره
التامين. والله الضابط مدير الجنسية إنسان طيب، رحت عطف له قال يجيب بريد باليد، وهذا ملازم اسمه ملازم قال لي والله لو مو المديري عبنا تميمي ما يقدر يقوم المدير كلمة واحدة. والله عظيم يعني مأساة بغريب. والله هذه أبسط الأشياء، هاي المستشفى مال بغريب واقفة بها فرقة عسكرية كاملة مسلوب كثير، والله ما يفوت أحد إذا ما يعزوا. نعم يعني خصوصا هاي سيارات الأجرة يكسروها تكسر، يعني مضطرين العالم دمار، هذا الـ 24 اللي هو المثنى مدمر العالم دمار. نعم والله العظيم احنا حتى يعني اللي صاروا بنشوف هاي من اهل بغراب يصيحون من الله في اهل بغراب، هاي والله ما فايدين المنطقه. نعم والله مهزين مهزين العالم يا اخي، مهزين الناس مدمريننا مهزيننا بهزه تامه. نعم الله يعينكم. الله يعينكم. هو هذا حال العراق، صار عشيرة تلزم محافظة وميليشيا تلزم أخرى وحزب يلزم وزارة، هذه المحاصصة اللي جابوا لنا إياها الأمريكان. أحمد من الأحواز، تفضل أحمد. انقطع الاتصال مع أحمد من الأحواز. خلونا نتحول إلى الموضوع الثاني، موضوع تشكيل أو رئاسة الجمهورية، موضوع رئيس الجمهورية. هاي إحنا خلصنا من دوامة رئيس البرلمان، هسه طلعت لنا رئيس الجمهورية. طبعاً سيناريوهات انتخاب الرئيس، هناك حديث بأنه الثلاثاء المقبل يتم حسم هذا الموضوع، يعني البرلمان أرجى استحقاق انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى 2 أكتوبر تشرين المقبل، الموافق الثلاثاء المقبل، موعداً نهائياً غير قابل للتأجيل كما يقولون. مرة أخرى بسبب اتساع رقعة الخلافات داخل البيت الكردي وفشل التوصل إلى اتفاق حول مرشح توافقي بين القوى والأحزاب الكردية المختلفة، وحتى الآن بلغ عدد الذين تقدموا بأوراق الترشح لهذا المنصب 30 شخصية سياسية بينها شخصيات من خارج المكون الكردي، إلا أن أسماء قليلة تعتبر من أبرز المرشحين للمنصب، بينها مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ومرشح الديمقراطية الكردستاني فؤاد حسين، فيما تطرح أسماء أخرى توصف بأنها توافقية مثل عديل جلال الطالباني القيادي في الاتحاد الكردستاني لطيف رشيد وفاضل ميراني عن الحزب الديمقراطي كمؤشر جديد. طبعا عن اتساع الخلافات تقدمت كتل التغيير والجماعة الإسلامية بمرشحين آخرين إلى جانب مرشح واحد عن المكون التركماني. معنا اتصال من كربلاء من النجف، أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. أبو زينب تسمعني؟ أبو زينب تفضل. أبو زينب الله يساعدك، حياك الله يا هلا بيك. والله يا اخي طقت روحنا مننا، يعني ماكو يمكن انتخابات بالعالم، يعني ساقط حتى المهزله، ماكو اتفاقات 4 أشهر مدري 5 أشهر، وكل ساعه تصير هاي الكتله الاكبر وذيك الكتله الاصغر وهاي الكتله الوسط، التفوف وبقت على رئيس الوزراء، هذا كان عندهم 1 أو 2 مختلفين عليهم، احنا مختلفين على كل الموجودين، ماكو اختلاف على كل الموجودين. زين عندك هذا مثلا السكرتير المركزي الحزب الشيوعي العراقي الاستاذ رائد فهمي، هذا اولا ما ملوث الرجال وما عليه اي، وهو الكتله السائرون وهو من المرشحين، خلوه رئيس وزراء جربوه بشهر اذا ماكو طلعوه، والقران اذا خلوه انا اجزم لك العراق يصير كله طوكيو مو دبي، تعرف شنو طوكيو؟ منو هذا؟ هذول الشيوعيين لا يموقون لا يموقون ولا يقتلون. منو ذولا؟ ذولا جانب اسم الدين، وهذا قال الله وقال الرسول وقال الله وقال الحسين نهبوا العراق كله. ابو زينب طوزن هو الرجل المرشح. نعم منو هذا اذا صار رئيس وزراء يعني يتحسن حال العراق؟ اذا احنا وياكم وكذا وما اعطيتونا فرصه ان نتسنى موقع قيادي بالبلد، يعني هل نرجع نفس الشيكولات وهل نرجع نحيدر العبادي وهل نرجع يدمرنا؟ يعني تتعرف مثلا سلفه مع الموظف 10 ملايين ياخذوها 14 مليون و750، يعني اي رضا هذا موجود بالعالم؟ بينما عندك مثلا ذول الموجودين بمجلس النواب
ياخذون مو سلفه ياخذون منحه اقل واحد 100 مليون دينار وما يستقطعون منه ولا سلف ويروحون على ذول الموظفين الصغار قاعدين مثله مثل غير قاعدين بالايجار ها لحد الان ظهورنا مكسوره ومطيحين حظنا حظ براسنا بالاستقطاعات ثم اكو مساله مهمه نعم. مسألة الخدمة العسكرية اللي تضاف إلى الخدمة المدنية هي كانت لأغراض التعيين والعلاوة والترقية والترفيع والتقاعد لأن كل نقص حيث العباد يخلها فقط لأغراض التقاعد تعرف إيش قد يطوك يعني إذا تطلع يطوك 10% من الراتب الإسمي أنا الآن راتب الإسمي 500 يعني إذا أطلع يكون 550 ألف شلون أعيش وأنا إيجاري قاعد ب 500 وشكرا أبو زينب من النجف كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم أهلا بكم مجددا موضوع رئيس الجمهورية معروف بحسب الدستور اللي جاب المحتل الأمريكي لا يترتب على منصب رئيس الجمهورية أي صلاحيات تنفيذية يعني الدستور العام ينص على أنه منصب شرفي لأن جميع الصلاحيات التنفيذية في مجال الأمن والدفاع والاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية بيد رئيس الوزراء تصاعدت أخيرا أصوات كتل أحزاب سياسية في العراق حول ضرورة العودة إلى النظام الرئاسي من خلال تعديل الدستور وأبرز دعاة هذا الطرح حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي اللي كل فترة يطلع لنا بمشروع جديد يقول مثلا الأغلبية السياسية اليوم مثلا يتكلم على عودة النظام الرئاسي كذلك القرار أحد القوى التي تدعي تمثيلها إلى أهل السنة الحزب الإسلامي وطبعا في هذا السياق مسؤول في بغداد تحدث إلى صحيفة العربية الجديد بأن الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحادي يريدان تحقيق مكاسب داخل الإقليم والخلاف على منصب الرئاسة يأتي بسبب خلافاتهما الداخلية في الإقليم معنا اتصال أبو عبد الله من النجف تفضل أبو عبد الله أبو عبد الله الله يسعدك حياك الله يا اهلا بيك اهلا وسهلا يسعدك انا طبعا عندي كثير من الاشياء اريد اقولها لك نعم بس انا اخاف الرصيد ما يخلص انا الشغله الاولى قبل شويه شفت برنامج على قناه الشرقيه نعم. مدخل مدينه الحله الاثري كله نفايات وكله يعني مهمل هذا فد شيء شنو يعني من تشوفوه مسؤولين أنا أريد قناة الرافدين تركز على هذا الشيء وحتى يطلع العالم على المأساة هاي مأساة حقيقية يعني تاريخ العراق معقولة هالقد يعني هالقد إحنا هاملين ليش؟ نعم يعني هذا المدخل كان بالثمانينات يأخذون به الصور والأجانب يجون ليش يجي مهمل؟ أنا أريد القناة تركز على هذا الشيء بلا زعم عليك نعم النقطة الثانية احنا عندنا مدارس الجعفري بارك الله بيك سواهن نعم. ماشي نعم شنو ذا الطالب اللي قاعد بمدرسه طينيه ويشوف مدارس خمس نجوم نعم. يعني شنو ذا هذا شنو ذا اللي يشوف الطلاب يروحون بهيك مدارس وهو ما عنده مكان يقعد فيه نعم الو اسمعك ابو عبد الله وياك النقطه الثالثه اللي اردت لك اياها مشكلة المي ما مو فقط مدينة البصرة. نعم. احنا عندنا يعني بالنجف من تروح بالاقضية والنواحي الجداول كلها ياسة، زراعة ماكو، مي للحيوانات ماكو، احنا يعني ما معقولة يعني وصلت الحالة لهالدرجة. زين شنو عذر الحكومة مثلا الحكومة المحلية بالنجف ماكو مي؟ ماكو عذر، هم يسمعون منا ويطلعون منا، ماكو، يسمعون منا ويطلعون منا، ماكو أي حل. نعم. يعني كل حد ماكو يعني قاعد نتعب من الحكي وكل شيء ماكو
يعني 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 دائما اهل الغربيه اهل الشمال اهل الطلاب على البصره، اهل البصره شو يسوون بوحدهم؟ اذا ما تصير العمليه مشتركه ما يقدرون يسوون حل. نعم. استاذ عمر انا بس اطلب منك طلب، انا ما يعني اريد هذا، اريد شغله هاي. وقطع اتصال مع ابو عبد الله، ان شاء الله نركز على هذا الموضوع ابو عبد الله ان شاء الله. هذا المسؤول اكد بان الملفات الخلافيه الحاده بين الطرفين تتمحور حول منصب محافظ كركوك وقائم مقام سنجار ورئاسه اركان قوات البشمركه وتجهيز وتمويل البشمركه في السليمانيه وتلك التي انسحبت من كركوك العام الماضي وتوجد حاليا في السليمانيه. اشار الى ان الخلاف سينتهي بالتوصل الى تسويه وهناك اتفاق في بغداد بين القوى الشيعيه على انها لن تصطف مع اي فريق كردي، لكن قوى واحزاب سنيه ابرزها المحور الوطني يعني بدت مؤيده كما يقول المصدر للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامه البرزاني ومؤيده لمرشحه فؤاد حسين لمنصب رئاسه الجمهوريه. طبعا رئاسة الجمهورية يعني ربما المشاهد يقول هو منصب شرفي ليس له أي فعل على الأرض، ليس له أي سلطة، ولكن فيه امتيازات مالية كبيرة جدا كبيرة جدا يعني بالمليارات، ولهذا طبعا يعني يتم الاستقتال على هذا المنصب. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا في الجزء الأول من الحلقة حول تقرير لمنظمة Human Rights Watch، تحدث التقرير عن الاختفاء القسري لمعتقلين عراقيين من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات، ولكن الحكومة لا ترد على أي تقارير ولا أي مناشدات من قبل إن كانت منظمات دولية مستقلة أو كانت منظمات الأمم المتحدة. في الجزء الثاني تحدثنا على منصب رئيس الجمهورية والجماعة يقولون يعني الثلاثاء الجاي راح يحسمون هذا الموضوع. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.